السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله رقم صباح إن شاء الله راكم الله والعافية كما في العنوان راح نشوف موديل كارديو الخاص بجميع التخصصات أكيد في البداية تخصصات شبه طبية راح تكون كامل متشابهة ومن بعدها كل تخصص يأخذ المجرى نتاعو اليوم راح مقتطفات على المواضيع اللي راح في موديل كارديو إن شاء الله تنال إعجابكم قبل ما نبداو القناة باش يوصلك كل جديد نبدأ على بركة الله موديل كارديو موديل راح يختلف بين تخصصات شبه طبي كاينين اللي يقراوه بتعمق بالتفصيل وكاينين اللي راح يشوفوا بعض ملخصات عليه فقط اليوم راح نعطيكم نظره عن بعض العناوين ولا بعض الدروس اللي راح نتصادفوهم في هذه الماده اول درس ليبرتونسيو ارتيريال ليبرتونسيو ارتيريال راه شتيه راح نشوفوا جينيراليتي راح نشوفوا بعض العناوين مثلا كومبليكاسيون نشوفو لاشتيا مالين نشوفو فيها ديفينيسيون كلينيك بيولوجي كذلك راح نشوفو تي رينو باسكولار هادو كامل راح نشوفوهم بالتفصيل ان شاء الله في الايام القادمة رح نشوفو واش تحتاجو في خاصة بالنسبة للامتحانات هذا باختصار واش كاين في لاشتي فوتو الدرس الثاني لونجي دو بواترين نشوفو كذلك ديفينيسيون لي زيتيولوجي نشوفو كيفاش حتى نجينا فيزيوباثولوجي لي كلينيك ونحاولوا كذلك في كل درس نديروا ملخص خاص به لي زيكزام كومبليمونتير ليفوليسيون وفي الاخير التريتم وبعض الاحيان بعض الدروس هتشوفوا فيها كونديتا تونير هذا وش راح يكون في درس لونجي دو باترين هذا باختصار درس الثالث انيفريزم دو لاورتا ابدومينال اه اه شوفو كذلك ديفينيسيون لي زيتيولوجي راح نحاولو نلخصوهم فاكتور دو ريسك اكزامان كلينيك و اكزامان باراكلينيك بيرون بريوب لي كومبليكاسيون وفي النهاية راح نشوفو تريتمون سوا بوست اوبيراطوار سيرفيونس هذا واش كاين في الكور كذلك شوفو درس هاتيروسكوليروس شوفو ديفينيسيون نشوفو ليثيوروجي نتاعو ته... لي فاكتور فاكتور لي لاج نشوفو لي سينو كلينيك نشوفو ديغنوستيك ديفينونسييل ايگزام كورليمونتير نشوفو تريتومون

وأكيد لي سيني كلينيك راح نشوفو بعدها لي زيكزاما كومبليمونتير ليفوليسيون راح نشوفو تريتمون في الأخير نشوفو رول انفيرم هذا باختصار واش راح يكون في الدرس أكيد كل درس من اللي فتنا عليهم رايح نعطيكم الريزيمي في النهاية درس اللي بعدو لانسيفيسونس كاردياك Je vous fais le mécanisme d'adaptation. Je vous fais le mécanisme de l'insuffisance cardiaque décompensée. un L'insuffisance ventriculaire gauche. Je vous fais les étiologies. Je vous fais les signes cliniques. Je vous regardez les insuffisances droite. Je vous les idéologies, Je vous les signes cliniques. Traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors je vais un cours. Alors je vous donne un cours l'infracture du myocarde. l'IDM Nous Je vous définition l'épidémiologie. Physiopathologie, je vous les éthiologie, je vous les signes cliniques, les signes paracliniques, les complications, les traitement, ou l'achère conduite à tenir infirmier. Quel est l'écran, je vous les myocardites, définition, les les signes cliniques, l'évolution, تريتمو رولان فيرمي كذلك درس درز الفالوباتي رابر اناتوميك درس كذلك مهم جميع التخصصات راح نشوف باختصار واش نحتاجو واش هما الحوايج المفيدة الحوايج اللي دايما تكرر في الامتحانات اذا طاح هذا درس درس مهم كذلك بالنسبة لجميع التخصصات شوف في ديفينيسيون ديزيتولوجي راح نشوف كذلك فيزيو باثولوجي شوفو لي سين كلينيك شوفو لي كلينيك لي كومبليمونتير لي كومبليكاسيون تريتمون كونديزاتوني رانفيرمي هذا باختصار وش راح نشوفوه في الكور او بي وصلنا لهذا الموضوع وصلنا لهذا الدرس اي جديد راح يكون في قناه باراميديكال ديزا توب اي جديد راح يكون مع بروفين كونيت راني فرواحكم وسلام